ذكرى محمد محمود بداية ثورة شعبية لإسقاط الرئيس مرسي وجماعة الإخوان بعد فشلهم في النهوض بمصر، ورأينا أن الحال هو الحال والنظام لم يسقط بعد. سيناء أوشكت على الضياع والمصريون يقتلون على يقطعون أشلاء على خطوط السكك الحديدية، والأحوال الاقتصادية والاجتماعية كما هي، قمع من الداخلية والشرطة العسكرية. اليوم سينزل الشعب المصري أو نزل الشعب المصري إلى الميادين في أسيوط واسكندرية والقاهرة وفي كل مكان لبدء ثورة شعبية جديدة. نازلين فعلا علشان حق الشهداء اللي ماتوا، واللي ماتوا في 28 واللي ماتوا في أحداث الثورة، ومحمد محمود ما جاش حقهم. احنا نازلين النهارده علشان بنقول للناس مش بس ذكرى محمد محمود، ولكن الثورة مستمرة، والثورة على الإخوان، لأنه الإخوان برئيسهم فشلوا في إدارة البلد والتحكم فيها. هما بيطلع يعني بيطلع مرسي يقول كلام، بس هو عايش في خياله، ولكن مفيش أي حاجة بتتحقق، مفيش أي حاجة حصلت. واحنا نازلين النهاردة مش بس ذكرى، ولكن نازلين لإحياء الثورة، بنقول الثورة مستمرة، وأعلنا فعلا الثورة على الإخوان وإسقاط النظام، وكان الاهتفات النهاردة وهتكون إن شاء الله الشعب يريد إسقاط النظام مش بس ذكرى. قصاص عشان ما نضطرش نعمل الفوضى، حق اصحابنا يجي.